محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه العنا وفهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا للمنى زل العنا وفهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري جمال المصطفى أنواره لا حد لنا بشرى لنا نلنا المنى
صلاة تبشرنا بها
أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله والسلام.
القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص النوى محب الراضي بالقرآن محب الراضي بالقرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى مقتضى القرآن حوى ومقتضى القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأمر بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Mudah-mudahan
وضيائها وعلى آله
به Thank you.
وعافية الأبدان.
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bye.